على الأسئلة اللي يطرح هذا الشاب الواسطي إنه ماذا تعلمت من الإمام الحسين؟ أتمنى يكون هذا السؤال ولو هو ما يقدر يعني يوصل للسياسيين. من المفترض إنه يكون السؤال قبل لا إنه يتوجه لأبناء الشعب أو أبناء يعني الشارع الواسطي، يتوجه للنواب، للسياسيين، للمسؤولين، لأصحاب القرار، إنه ماذا تعلمتم من الإمام الحسين؟ يعني ما من المعقول تعلمته بس تنصب لك موكب وأنت آلاف المظلومين بالسجون. ما معقولة إنه تعلمت من الإمام الحسين إنه تأكل السحت والحرام وحاط لك إنه خدمة أو طبخ أو غيره. الإمام الحسين يعني ثورة، إيش ما نوصف وإيش ما نحكيه، الإمام الحسين صاحب إنسانية، صاحب ثورة حقيقية ضد الظالم. الحسين حسين الأحرار، مو حسين العبيد، وحسين اللي يمدحوه بحضرة الحسين، يعني بحضرة المظلوم يعني يمدح ويلمع بالظالم. هاي الحقيقة اللي جاية تصير، اللي الكثير من الناس إنه يغض النظر بقصد إنه يتخوف، أو البعض إنه عنده مصالح شخصية ما يريدها تنظر. فالحسين إنه اللي يقتدي به بشكل حقيقي إنه ينظر لهاي الأبرياء، ينظر لهاي المساكين، الأمهات اللي والله الكريم أستاذ أنور ما أعرف يعني شلون أوصفها لك وشلون أحكيها وشنو اللي الدافع. الناس اللي عندها ناس دخلت بحالة يأس، بحالة إحباط، يعني هو ذا يشوف السياسي حاط له موكب وناصب له موكب ويدق ويلطم زين ورافع مظلومية الحسين أو مسوي مجلس بقصره، المئات بل الآلاف بالسجون. يعني أستاذ أمير بس أسألك سؤال أمانة الله، الحسين عليه السلام لو رايد قصر كان أخذ مئات القصور، بس إنه سياسي يسوي فيه قصره، يعني اسمه قصر، قاعد في قصر، يا أخي لو أنا منك ما سوي قصر والله العظيم، لأن معيب الحسين ضد هاي المظاهر، بس أسوي فيه قصري والخبر يتناقلوا الناس أقام في قصره، لك يا قصري يعني شنو الربط بين الإمام الحسين بين القصور السياسيين؟ ماكو ربط. لو أنا فاهم الحسين عليه السلام غلط، هم فاهمي صح، استغفر الله، أكيد هم فاهمي غلط. بالعكس، مو إحنا فاهمي غلط. بالعكس، هناك مسببات لثورة الإمام الحسين، والإمام الحسين هم يعرف ترى، يعني مو انه قوله انه لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وانما خرجت لطلب الاصلاح في ام جدي. هو ليش يقول طلبت الاصلاح؟ لان يعرف اكو العواج، يعرف اكو يعني كثير، اذا ولو احنا مو مختصين بالدين، ولكن هواي مو بس هم نفتهم استاذ امير، هم نفتهم الدين لله، يعني ما يحتاج لاختصاص، ترى الله سبحانه وتعالى تفهمه وتعرفه بقلبك وضميرك. اقصد لك على الفقهيه، الحمد لله والشكر. والله اما جواب الفقهيه احنا مو يمنا، يعني شو نسوي بيه؟ خلي القصد على الجوانب الفقهيه، ولكن رساله الامام الحسين واضحه لمن يقتدي به بشكل صحيح. حقيقي الحسين ما يختص له بطائفه معينه، للانسانيه جمعاء بشكل عام.